صحيح. كابتن امين، عايز اسالك على محمد علي بن رمضان، انباء كثيره عن امكانيه انتقاله للنادي الاهلي في الموسم القادم. لو انتقل محمد علي بن رمضان الى النادي الاهلي، هتكون صفقه مفيده للاعب وللنادي الاهلي من وجهه نظرك؟ ممكن اللاعب الوحيد اللي في الترجي اللي المستوى بتاعه كان دائما يعني متواصل في نسق محترم، اللاعب نعرفه شخصيا، زاد يعني إمكانياته كبيرة برشا، أخلاقه محترم كثير، أهدافه يعرف اللاعب وين يبغى يروح. أكيد إنه انتقاله للنادي الأهلي باش يكون حاجة كبيرة برشا، خاصة إن احنا أي لاعب كما قلت لك، أي لاعب ليه الشرف إنه يلتحق بالنادي الأهلي، إذا يبغى يحسن في إمكانياته وفي الاحترافية أحسن، تصور إنه باش يكون صفقة مربحة للنادي الأهلي ومربحة للاعب زاد. صحيح.